السبت الماضي وبعد ما هديت العاصفة اللي تركت ياده بشبر مي يطوش عليه الإعلام وشوية برد، انطلقت في منجم مختبر حيفا الثقافي مبادرة دافية كتير. سوق السبت، سوق شعبي فني بيوفر مساحة للفنانين والحرفيين لعرض إبداعاتهم وبيعها في أجواء بيتية مريحة وفرحة. ملابس، مطبوعات، شنطات، لاصقات، دبابيس، ملابس يدوية الصنع، إكسسوارات، فينتج، ومراسلنا روني تعالوا نشوف. المنتوج لا يكتمل إلا لما بيكون في وعي كامل بالنسبة للمشتري والمشترية العربية. يكتمل نجاح أفكار الحرفيين اليوم فقط إذا صار في عنا كفاية وعي وكفاية اهتمام ودعم اقتصادي بالنسبة للحرفيين المحليين اللي موجودين هنا. في ترم بنقول عنه فاشن ديزاين باكس، فاشن باكس. فاشن باكس عادة بيكون جمالياته أو استيتيكلي بيكون واضح إنه في عليه شغل وبكون فيه فقط أوضة واحدة أو غرفة واحدة تعال نقول وممكن التاني من قدام أو على جنب أو كذا. البسطة هيك بعمل، أنا بعمل إكسسوارات وبعمل كمان شغلات اللي هي للجمال مثل علب للإكسسوارات، مزهريات، أواوير، بعمل كمان أواني للبيت. اليوم انا جبت هيك مجموعه صغيره، يعني من شو بعمل اكسسوارات، جبت من بورسلان اللي هو عملها نوع من انواع الطين، وجبت معي كمان قواوير وعلب للاكسسوارات وشويه صحون صغيره ومزهريات. المشروع تاعي اسمه سنوبر، انا بحب الطبيعه وبحب السنوبر كثير. الاشياء في قسم كبير منها نباتات من الطبيعه، دمج بينها وبين حيوانات اللي هي كمان ميته زي فراشات، زحليات، حديد، وبكبير انا بشتغل مع ماده الايبوكسي يلي هي ماده كيماويه اللي بنصبها بقوالب بتصير زي القزاز. تراث هو او تطريز على فساتين عاده بيكون، او بيكون مثلا المنديل الاويا اللي بالجليل كانوا يستعملوا الستات، وهي الاشياء صارت عم تنقرض شوي شوي. التطريز لا مش كتير عم بيستعملوه في اشياء تانية، وانا فكرت انه اعمل التراث بقطع حديثه، تحديث التراث بحيث انه الواحد يكون الصبيه تكون لابسه قطعه اللي هي عارفه انه هذا تطريز فلسطيني او مثلا من الاويا، على اساس انه تحس بالاعتزاز انه انا الي تراث، الي اصل، وعم بلبس اشي حلو كمان اللي هو حديث ومودرن.